فريق عامل معدل تهديفي مسجل 17 هدف في 19 في 9 مباريات، يعني دون النظر للهدفين الاعتباريين اللي سجلهم في المريخ السوداني اللي احتسبوا له. انا اسف بس ده بدايه التدريب النادي الاهلي، الحصر طبعا على قناه النادي الاهلي شاشتكم، وادي بدايه الحوار ما بين الكابتن حسام البدري وما بين اللعيبه. زي ما قلت لحضراتكم دائما كابتن حسام البدري من اسلوبه الكثير من المحاضرات، كثير من الشرح للاعيبه النادي الاهلي، لان الشرح هو ده الاسلوب الحديث في التدريب، ان انا بشرح للاعيبتي كل السيناريوهات اللي من الوارد انها تحدث في خلال ال 90 دقيقه. استاذ عبد الرحمن، كنا بنتكلم ان في البعض يقلل من النجم الساحلي على الرغم من ان هو من الفرق القويه وانه لم يخسر حتى الان زي ما حضرتك قلت. كمان على المستوى الهجومي النجم الساحلي اكبر فريق، اكتر فريق مسجل اهداف على مستوى البطوله. نعم. مسجل 17 هدف في 9 مباريات بمعدل 1.8 هدف في كل مباراه. اذا يعني فرقه محترمه دفاعيا وهجوميا. على المستوى الدفاعي نرجع تاني برضو على المستوى الدفاعي، اقل فريق دخل فيه اهداف في البطوله 5 اهداف مع الوداد البيضاوي المغربي. نعم. على مستوى خارج الارض مسجل 4 اهداف في 5 مباريات لعبهم خارج ارضه. إذا أنت بتتكلم على فريق إيه اللي يخليك تقول عليه ضعيف؟ يعني أي شيء أنت بتقول عليه ضعيف، إيه السبب؟ إيه أسبابك؟ إيه الدوافع؟ إقنعني إنه ضعيف. نعم. على المستوى المنتخب النجم الساحلي عنده 5 لعيبة أساسيين في تشكيلة المنتخب. نعم. عنده أيمن البلبولي حارس المرمى. نعم. عنده الباك اليمين حمدي النجاز. حمدي النجاز ده من أهم اللعيبة. حمدي النجاز هو تقريبا السوبر ستار بتاع الفرقة، مع إنه ظهير أيمن، يعني حاجة نادرة جدا ان احنا نلاقي ظهير ايمن باك يمين يبقى محتل هذه، واخد شهرة كبيرة وواخد شكل كويس. وعنده طبعا رامي البدوي اللي هو المساك، وبيلعب جنبه محمد عمر كونيتي، ده برضو مساك منتخب مالي. نعم. عندهم في النص محمد امين بن عمر، ده لعيب مركز 6 اللي هو الارتكاز، لاعب الوسط الارتكاز. نعم. وبيلعب جنبه بوكس تو بوكس اللعيب المتحرك حمزه الاحمر، وهو اعتقد الابرز، يعني اللعيب الابرز هو اللي بيسيطر على الامور، يعني حمزه الاحمر المايسترو. نعم. بالنسبه للتيم بتاعهم، فانت بتتكلم في 5 لعيبه اساسيين في منتخب تونس، وبتتكلم في الارقام اللي قلناها، باي شكل ضعيف ليه؟ يعني اللي بيقول كده يعني ايه الاسباب؟ هو متصدر الدوري مع الترجي، ما خسرش ولا مباراه في الدوري في الاربع مباريات. مش عارف يعني فكره ان هو ضعيف دي، هل هي كمين مثلا معمول بحيث ان انت بتحاول الناس توصل لا ده ضعيف ده مش عارف ايه، فالناس تبعد عن فكره ان هو يحصل مثلا شيء من التراخي او شيء من عدم الاستهانه بالخصم. فده من الحاجات اللي انا بصراحه يعني لفت نظري جدا، ومش عارف ليه الاسباب اللي بتخلي الناس تتكلم في نقطه ان فريق النجم الساحلي ضعيف. النجم الساحلي عمل تدعيمات كمان في فتره الصيف اللي فاتت، ضم محمد عمر كونيتي، ضم عمرو مرعي، واسترجع محمد امين الشرميتي، وان كان هو يعني ايه اقل شويه من المكان عليه، هو يعني ما قدمش كتير للكره التونسيه، بدايته كنا متوقعين انه يبقى نجم كبير. طب خلينا ناخد استاذ عبد الرحمن تصريحات الكابتن حسام البدري اللي قال في المؤتمر الصحفي اللي هيكون معانا بعد قليل على شاشه قناه النادي الاهلي، ونبرز كلام حضرتك ان الكابتن حسام البدري قال احنا بنؤكد على احترام المنافس وعلى صعوبة المباراة، المباراة صحيح ليست سهلة، فريق النجم الساحلي من الفرق المحترمة. قال ان جاهزية اللعيبة على اعلى مستوى، الكل بنجهزهم، حسام عاشور هو اللي لسه لم يتأكد حتى الان جاهزيته، هيتم له فحص عشان يشوف هل من الوارد ان يكون له ادوار ولا لا. اعتقد ان هو هيبقى من يعني ده وجهة نظر الشخصية، هيبقى صعب ان هو يبدا ان هو هيبدا. ايضا قال ان احمد الشيخ بسبب التقلصات اللي لسه بيعاني منها من الظهر هيبقى مستبعد من المباراة، وقال ان هذا اللقاء هيقام او هيبقى نتيجته على شوطين، الشوط الاول في تونس والشوط الثاني في مصر. جداً طبعا. نفس الكلام اللي قاله عن مواجهه الترجي التونسي، وقال حاجه مهمه جدا ان فريق النادي الاهلي قعد في تونس عشان طبعا زياده التركيز، الدخول داخل الاجواء،
طبعا السفر والرجوع في ظل اسبوع واحد هتبقى مرهقه بالنسبه للعيبه، وايضا استغلال المعلومات المرتفعه للاعيبه النادي الاهلي هيبقى عليها عامل مهم. كل هذه التصريحات تصب في ان مواجهه النجم ليس فريق سهل. زي ما قلت لحضرتك وزي ما انا باكد، انا بطبيعه شخصيتي شويه مش بحب ان احنا نفرط في التفاؤل ونعيش الناس اجواء غير حقيقيه. بحب دايما ان احنا نتعامل مع الامور بواقعيه ونحط كل حاجه في مقدارها وفي مكانها الصحيح. لازم نتعامل مع الامر ان انت بتلعب فريق محترم، فريق فيه لعيبه اصحاب خبرات، فيه لعيبه اصحاب قدرات خاصه يقدروا يغيروا مجريات المباراه في اي لحظه. لازم تبقى انا يعني متاكد تماما الكابتن حسام البدري اتفرج على المباراه دي، على مباريات كتير للنجم الساحلي، وعارف كويس جدا جدا هيعمل ايه في المباراه ومقسمها. بغض النظر احنا بنحاول نجتهد ونحاول نقول اجايه ولا ازارو، ونقول مين اللي هيلعب مكان حسام عاشور، هشام محمد وفتحي ولا فتحي وهاني ينزل مكان فتحي. كل ده احنا مش مستقرين عليه. لأن حتى الكابتن حسام البدري قال ان طريقه ادائي مع النجم قد تكون فيها بعض التغييرات، ممكن يبقى فيه تكتيك معين مخالف الى حد ما لطريقتي امام الترجي التونسي، وده برضو من الحاجات اللي الكابتن حسام البدري بيركز عليها انه ما بيبرسش كل اوراق. هو انا في تصوري يا استاذ محمد الكابتن حسام البدري بطبيعه شخصيته هو مش يعني بيلعب دايما، ما بي مش مدرب مفاجآت. يعني المفاجآت هتبقى اضطرارية، لأن أنت حسام معشور في حالة يعني مرضية ربنا يشفيه يعني ويرجع سليم، أجبرت الكابتن حسام أنه هو لازم يحط لعيب مكانه. أنا يعني يمكن شوية عندي شعور أن الأصلح أنه يبقى موجود أحمد فتحي. يعني مش عارف الكابتن حسام هيعملها ولا هيبدأ بهشام، لكن انا اعتقد ان هو كضمان لعدم المجازفه وان انت بتلعب خارج ارضك ولسه عندك شوط تاني في القاهره وعندك مميزات اكبر للمباراه التانيه، فتحاول تامن النتيجه كويس، بخلاف ان احمد فتحي نفسه لعيب بيقدر يلعب بادوار دفاعيه وادوار هجوميه. طب انا ممكن برضو هقول لحضرتك حاجه تانيه، كابتن حسام البدري دائما بيحب في اللقاءات خاصه اللي بره ارضه انه يامن الحته من الاجناب، وعندهم بنجور هم في لاعب منتخب غينيا بيلعب في الامام، وايضا عندهم الباكين اللي عندهم بيجيدوا الانطلاقات. تمام. فوارد ان يكون تفكيره ان هو يوقف الجبهات التونسيه عن طريق النجم الساحلي زي ما كان بيعمل هنا في القاهره، او مش عفوا في القاهره في برج العرب وفي رادس. تمام. بوجود احمد فتحي في المركز يعني الباك اليمين. هو انا وجهه نظري شويه الناحيه الشمال في النجم اقل من الناحيه اليمين، فالناحيه اليمين فيها حمدي النجاز وقدام منه بنجوره. نعم. الناحيه الشمال احيانا يعني المفترض على ما التقارير التونسيه قالت ان المفروض هيلعب علي البريجي في الوينج ليفت. نعم. وده برضو يعني مش عارف المدرب هل هيعملها ولا مش هيعملها، وهيلعب عبد الرازق اللي هو غازي عبد الرازق اللي هو غازي عبد الرازق اللي هو الباك ليفت هو اللي هيبدا. دول اقل شويه من كلاعبين كجوده، هم يمكن غازي عبد الرازق دفاعيا شويه اعلى منه هجوميا، والبريجي لعيب جوكر بيلعب يمين ويلعب شمال ويلعب في مركز 10 تحت الاثنين راس حربه، بيجيد في كذا مركز. ودي برضو من ضمن الحاجات اللي انا يعني هنتكلم عنها في فريق النجم، انه عنده خيارات كتيره في اللاعبين، عنده مجموعه من اللاعبين يقدروا يلعبوا في عده اماكن. وبعد كل ده البعض يقلل يقول لك فرقه سهله يعني عندهم اربع او خمسه لعيبه ممكن يعني في مباراه القاهره بتاعه اهلي طرابلس حصلت في الباك الشمال غازي عبد الرازق اصيب، فلعيب الصانع الالعاب ايمن الطرابلسي هو اللي رجع لعب باك شمال. فعنده من حتى الجاهزيه اللعيبه اللي انا ممكن العبه في اي مكان. بس بالزبط. انا برضو عايز اخد حضرتك سؤال قبل ما ارجع تاني معاك في الناحيه الفنيه. تصريحات المدير الفني الفرنسي اوبير فيلوت كانت دائما بتتكلم على ان انا هلعب هكسب النادي الاهلي، احنا الاقوى واحنا اللي اقرب للفوز وتونس وسوسه والى ذلك. كابتن حسام البدري تصريحاته عقلانية إلى أبعد الحدود، يعني أنا دايما بياخد الماتش على شوطين، الشوط الأولاني في تونس والشوط الثاني في مصر، نفس الشيء اللي تحدث عنه عن مواجهة الترجي، خد برضو
في اول تصريحاته حتى قبل لقاء برج العرب قال الماتش ده مش ماتش برج العرب فقط، ده فيه شوط تاني. انت رايك ايه في التباين اللي ما بين تصريحات المدير الفني الفرنسي وتصريحات كابتن حسام بدري؟ الاجواء بتفرض نفسها. فيلو عنده الجمهور بتاع النجم، جمهور بطبيعته متحمس وبيحب الاجواء دي. في جانب برضو جانب نفسي، محاولة ان انت تهز، عارف ان النادي الاهلي طالع من نشوة انتصار كبيرة على الترجي وعامل نتيجة كبيرة وعامل تأهل رائع، فطبيعي جدا ان هو بيحاول دايما من الجانب بيعمل بيصير حماس فرقته، بيطمن جماهيره. في جانب نفسي كبير جدا في التصريحات دي، مش شرط ان هو يعني مش شرط ان ده يكون الحقيقة، دي محاولة منه وجانب نفسي كبير جدا بيلعب على فكرة ان انت يعني عشان موجود في تونس فبيقول التصريحات دي يحمس الجمهور اكتر. ده حضرتك تقصد هذا للجمهور واللعيبة واللعيبة بيبث ثقة في لعيبته، نقدر ونكسب وما تبصوش لفريق الترجي، لا احنا نقدر كده. يعني في محاولة دايما منه ان هو يظهر قوة فريقه، وطبعا اللي لعب دور في ده الرأي العام اللي طالع بيقول ان نجم فريق ضعيف، فهو بيحاول يرد على ده، يعني بيلعب على الناحيتين، على ناحية الجمهور وعلى ناحية اللعيبة بتوعه. طب حضرتك شايف الرأي العام في تونس من 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 وسائل الإعلام ومن طبعا صحف وطبعا القنوات الفضائية وإلى ذلك، بعد فوز النادي الاهلي على الترجي الاحوال انقلبت، يعني هي كانت متحمسه اكثر بعد النتيجه الايجابيه اللي حققها الترجي هنا في مصر بالتعادل، وبرده كنا سمعنا او شفنا كلام مشابه الى تصريحات اوبير فيلو. ولكن الان وسائل الاعلام في تونس اصبحت متوازنه واصبحت تعطي النادي الاهلي حقه الذي يستحقه. هل